ये रिश्ते भी क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। ليك خرم، انت معك بس للساعة 7 المساء، يا اما بتعوض كل شيء خسرته الشركة بسببك، او الشركة رح تحقق معك وبشكل قانوني كمان. بس هالفترة أهم شيء عندك لازم يكون هو شغلك الجديد، وبعدين بتهتم بهي الأمور وبتراضي أهلك. تقدري إنك تعتذر منهم هلأ إذا بدك، بس المهم تركز على شغلك. حتى أبوكي ما قدر يلاقي جواب على هالسؤال يا بنتي. بجوز يكون في شي حدا حسدنا. كيوں مجھکو ستائے اولاد، یہ کیوں مجھکو ستائے اولاد، یہ کیوں مجھکو ستائے اولاد، یہ کیوں مجھکو ستائے اولاد، ابھی انت ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا جھولا۔ زكية، انا ما قدرت طلعه من السجن، هو بالاصل اعترف بجريمته للشرطة. أولادنا زلونا كتير، نسيوا كل تربايتنا وتخلوا عن قيمنا، أزونا كتير. على كل حال هلأ الله شايف كل شي، وعندي ثقة إنه رح يساعدنا. خلص اتركوه على الله، انا ما بعرف كيف بدي هون عليكي. اسف يا بنتي. بعرف ولادي ظلموك كتير معهم وظلموا ولادك كمان، لهيك شوفي إذا فيكي إنه تسامحينا. لا عمي لا تحكي هيك، ما رح أتركك لحالك، أنت كمان مثل بنتي. مثل روشنا بالضبط، رح أوقف معك على طول. ورح أدعمك كمان طول حياتي. برأيي بهالوضع فيك تروح معنا على بيتنا. بنتي كيف رح فوت على هداك البيت؟ البيت اللي قلعوني ولادي منه، ما فيني بحياتي، ما رح ارجع اروح لهنيك. لا عمي هالشي صار بالماضي،
خرم كان جاي لهون، كان بده يعتذر منك ويطلب منك ترجع. جهزت كل شيء لرجعتكم. عمي بترجاك. بترجاك لا ترفض طلبي. أنا بنتك وعم أطلب منك هالطلب. تعال معنا. زكية، मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये क्या मेरी खता है बता मुझे मुझको सताए औलाद ये क्यों मुझको सताए औलाद ये بعد كل شيء صار اليوم ما عاد جاي على بالي روح على المقابلة أبدا مو حابة بنتي أنا بعرف إنه هالموقف اللي صار اليوم كان صعب عليكي رح تقولي إنه كل المشاكل هي جزء من الحياة ولازم نتقبلها كلياتنا معرضين للمشاكل بس لازم نكمل حياتنا تحت أي ظرف حياتك لا تخافي من شيء كل المشاكل إلى حل تفضل أنا حجزت مكانين بالطيارة على اسمك أنت طيب بس أكيد ما في شي بيخوف ما هيك؟ أنت ما بتوثق فيني؟ أكيد بوثق فيك أنا بوثق فيك بس أنا دفعت كل شي جمعته بحياتي وزيادة عليهم أنا رهنت شقتي أنت بتعرف إنه الخطر موجود بكل شغل بس حسب خبرتي بهالشغل أنا بضمن لك نجاح المشروع بنسبة 90% خلي إيمانك بالله واستنى النتيجة أكيد رح يجي يوم تطلع أسعار هالأماكن بشكل كبير إن شاء الله إن شاء الله هلأ أنت رح تضل عم تحكي بالموضوع ولا رح تجيب لي كاسة شاي أشربها معك مين حدد هالمقابلات هاي؟ معقول ما انتبه الأستاذ كادم إنه ما حدا من المرشحين مؤهل للشغل معنا؟ هاي آخر مقابلة رح شوفها وإذا هالمرة كان شخص تحت المستوى المطلوب للشغل رح تطلع وتخبر الكل برا إنه يمشوا من هون إنه رح نعطي مواعيد جديدة وأنا رح حدد إيمات وأنا يلي رح أعين واحد من المرشحين بعد المقابلة
يلا روحوا بعتلي المرشح الثاني. حاضر استاذ. اي استاذ. حاضر. روشنا جلال، فيك تفوتي مشان المقابلة؟ خدع المكتب لو سمحت. تفضلي معي. ممكن فوت؟ ايه تفضلي. روشنا استني شوي. انتي اجيتي على المقابلة، لا تروحي. لو بعرف انه انت اللي رح تعمل المقابلة مستحيل كنت اجي. شوفي، كونه انا المدير بهالشركة وشو ما كان ببالك، لو سمحتي تنسي هاللحظة، انسي انك بتعرفيني وانه شفتيني شي يوم وكل شي صار كرمالك. جناتي شو هالحكي يلي عم تحكي؟ ليش وافقتي معه انه يعمل هالشي؟ شو اعمل يعني؟ كنتي رفضتي، كان لازم تقلي له انه ممنوع حدا يفوت على البيت منهم وانتي موجوده فيه. امي شو بدك؟ بدك خرب كل شي عندي بايدي يعني وارجع عنده؟ بلال صار يكرهني كثير هلا. بلال ما رح يكرهك بهالبساطه. انتي فكري شوي، اذا منعت اهله يجوا لهون على البيت هو رح يضل يحبني؟ رح يضل معي؟ لا، أنا خايفة بعد اللي عم بعمله مع أهله يصير يكرهني ويطلعني من حياته بسهولة وحتى يبطل متعلق فيني كثير. عم تفهمي علي؟ أنا خايفة إنه شي مرة تزلقي قدامه ويعرف كل شي عملناه، وقتها رح يرجع أهله كلهم لهون بعد ما تعبنا وقدرنا نطلعهم من هون، يجي هو بهالبساطة يرجعهم لهون. بتعرفي وقتها رح يروح كل تعبنا وخططنا على الفاضي. طبعا ما فكرتي ورحتي قلتي له يرجع اهله لهون. لا ما رح يرجعوا لهون وانا متاكده من هالشي. شو قصدك؟ يعني هو ممكن يروح لعند اهله ويعتذر منهم، بس اهله مستحيل يسامحوا امي. ليش؟ ليش ما بيسامحوا؟ لانه لساتهم عم يلوموه له على موت اخت اموني. بتعرفي عمي ومرت عمي قديش بيحبوها لاموني ومستحيل ينسوها. برايهم هو السبب. لما طلعت روشنا وانتي عم تطلعي على الساعة، ليش خايفة؟ بعد شوي أكيد هي رح ترجع. لأنها راحت لحالها، لو جلال راح معها ما كنت رح خاف عليها لهالدرجة. إيه لا تخافي، هي أكيد روشنا. طمنيني كيف كانت المقابلة؟ مرت عمي كانت خايفة عليك اليوم، رح جيب لك مي.
شو صاير معك؟ مبين عليكي خايفة، ما كانت منيحة؟ لا أمي، المقابلة كانت منيحة. شو صاير بنتي؟ الشركة اللي عملت فيها المقابلة اليوم طلع صاحبها هو برقر. برقان اللي عمل لي المقابلة. بقدر فوت استاذ؟ ايه تفضل. استاذ رشيد، المرشح اللي عملت معه مقابله هلا روشنا جلال خبرها انه هي انقبلت بالوظيفه وزبط لها العقد تبعها كمان. بس استاذ نحن لسه ما خلصنا المقابلات. بعرف، هلا صار فيك تخبر كل المرشحين خلصنا وقررنا، يعني عيننا مساعده المدير وما عاد رح ناخذ مقابلات ابدا. رح خبرهم استاذ. أنا لو كنت بعرف هالشي من قبل إنه برقان هو صاحب هالشركة مستحيل كنت روح لهنيك. كنت كتير متحمسة، حابة من قلبي ساعد بابا، حابة أتحمل المسؤولية معه. بس شوفي شو صار. وهلا صار لازم دور على شغل تاني. حابة ساعد بابا بأسرع وقت، ما بدي أتأخر. شبك أمي؟ ولا شي، بس بعد ما سمعت كلامك هلا مبسوطة وزعلانة بنفس الوقت. أنا زعلانة لأنه حتى بعد ما صار عنا أولاد وكبروا لساته وضعنا صعب. وبنفس الوقت مبسوطة أنه أنت موجودة معنا. وأنك عم بتفكري عطول كيف رح تساعدي أبوكي وتدعمي. روشنا، ليش أولادي ما عم بفكروا مثلك؟ لما ببلشوا يشوفوا طريقهم أول شي بيعملوا إنهم يبعدوا عن أهلهم وعيلتهم وينسوه. ربيناكن كلكن بنفس الطريقة. ورغم هالشي ما حدا منهم وقف معنا. مجھکو ستائے اولاد، یہ کیوں مجھکو ستائے اولاد.
مرحبا. ايه روشنا عم تحكي، تفضل. ايه اكيد، شكرا كثير. مين اللي حكى معك؟ سلموني الشغل. يمكن انت لازم ترفضي هالشي. لا امي، نحن بحاجة هذا الشغل، ما فينا نكون عنيدين ونحن بهذا الوضع. لازم نشكر الله كتير على هالفرصة. وبالنسبة لموضوع برقان، خلينا ننسى هالفترة. بس امي لا تخبري بابا بالشي اللي صار. لا حبيبتي، أبوكي هيك رح يزعل. أنا رح أرجع فهمه هالشي. من هالناحية لا تخافي علي أبدا. بترجاكي. أمي. اصحك تقلي أمي. ليش اجيت؟ ما مجھکو جھلاؤ نا جھولا رے، ما مجھکو جھلاؤ نا جھولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ابني، تفضل. خير في شي؟ بصراحة اجيت لشوف أهلي. أهلك راحوا من هون ما بتعرف أنت؟ صلون زمان. لوين راحوا أهلي؟ أفرين اجيت لهون، راحت واخدتهم معها. مرت أخي؟ طيب عمي، شكرا كثير. اهلين ابني. مين رفضوا القضية؟ عم يقولوا إنها صعبة. زهر قال لي في محامي تاني رح يشوفه اليوم. أنت لا تخافي يا بنتي، هاي مسؤوليتي وأنا رح رجع على البيت.
اروح لعندها واحكي معها. انا قلت هالحكي لروق افرين وطمنها. الحقيقه عن جد قضيه مستحيل انه نكسبها باي طريقه. ما بعرف شو لازم نعمل لنطلعه من السجن. طيب جرب احكي مع حدا من معارفك. معارفي؟ اي معارف منهم؟ اي حدا من هدول اكيد بده مقابل قبل ما يفكر انه يساعدني. حتى معارفي هدول نفسهم خايفين اطلب منهم شيء. دائما انا الوحيد يلي لازم اقدم مساعدة الكل، بس انا ما فيني اطلب المساعدة من حدا. رح اتحمل مسؤولياتي كوني اب. كل أي شيء. لا أنا ما بدي، ما بدي أكل. مرت أخي خلص روقي شوي. كيف بدك يعني روق روشنا؟ زوجي بالسجن وما حدا بيعرف كيف وضعه، والولاد ما عم بقدر كذب عليهم وما فيني خبرهم الحقيقة، بس بدي شوفه مرة واحدة ورح كون منيحة بعدها. أنا لازم شوفه لخرام ضروري. بابا ما رح يخليك تروحي لهنيك أبدا. شو أعمل لك؟ كيف رح صير منيحة؟ أنا عم حاول كون قوية بس ما عم قدر أتحمل أكتر من هيك. ما عارف شو بدي اعمل. روقي شوي. لو سمحتي لا تبكي هيك، اكيد رح تنحل. صدقيني رح تنحل، بترجاكي لا تبكي. يلا اشربي شوي. وشقينا مشان نعلمكم تعليم ممتاز. أنا على طول كنت روح مشي واشتريت لك إلك موتور، ركبت لك بغرفتك مكيف مشان تدرس، مع إنه راتبي ما كان يكفي لأدفع كل هالفواتير، وإنت ما سألت عن شيء. كنت أشتغل الصبح بالجامعة والمساء أعطي دروس خصوصية بالبيوت، بعتك على أحسن الجامعات وكنا نشتري ثياب مستعملة وإلك جديدة. كل هالشغلات اللي عملتها مشانكم وانت ما قدرت ابدا. واذا هالشي طبيعي، كل اب هيك، هالشي مسؤوليتك اتجاهنا. يعني هلا لازم نطلب منك؟ انت لازم تطلب هالشي. انا بقبض راتبي وبحط نصه للبيت هاد. ليش؟ لانك صرت كبير وما عاد بتقدر تتحمل مسؤوليه هالبيت. انت بتضل ابني، انت مجبور تساعدنا بالبيت، بس مستحيل تقدم مثل ما بيقدم الاب لاولاده. هذا الشي بس حكي. هاد مو بس حكي، حتى انت عم تحسب بشو ساعدتني. إذا مفكر إنه هذا غلطي فأنا بترجاك سامحني. أنا بتراجع بكلامي كله، بس مشان الله لا تترك أهلك، لا تجرح أمك مثل ما جرحتني لإلي. رجاءً
تستغني عن أهلك كلهم هيك، لأنه رح يجي يوم وتندم على كل شي عم تعمله. رونا نهي غم سے اے زندگی، لمحے گزر جائیں گے آپ ہی. رونا نہیں غم سے اے زندگی، لمحے گزر جائیں گے آپ ہی. جتنا کڑوا ہے تو اتنی میٹھی ہے ماں، جانے تیرے بنا کیوں پگھل. جيتوا لهون؟ ما توقعت انكم تجوا. ما اجينا نشوفك، اجينا نشوف احمد. احمد بيكون ابني. انتوا قلتوا ما لكم علاقه فيه الي، بس هو بيكون ابني. نزديك هي كتني چھاؤ تیرے ابني. أنا كنت ناطرك هون إلي زمان، بس أنت تأخرت. أبي كنت باجتماع، أنا بشتغل هون وأكيد ما كنت عم بلعب. نزديك هي كتني چھاؤ تیرے، ما باپ هي دونو پاؤ تیرے. کیوں یہ دوری کا احساس ہونے لگا، ایسا لگتا ہے کیوں چین کھونے لگا. يلا اشرب هاي، لأنه أنت ما أكلت شي على الفطور. عمي بلال واقف برا بده يشوفك. ليش إجا لهون؟ ما بعرف. قلي له إنه ما بدنا نشوفه أبداً. بس عمي. روحي قلي له يروح من هون، أو نحن منروح. لا لا، رح قل له يمشي مثل ما بدك. استني شوي. أنا رح شوف. أمي، أصحك تقول لي أمي؟ ليش إجيت؟ يلا يلا روح من هون، روح يلا روح من هون. أنت مجرم، أنت سرقت موني مني يا مجرم، أنت مجرم. أنت قتلت أختك وما فرقت معك. روح من هون يلا. خلص ماما، اطلع من هذا البيت. لك كيف قدرت تعمل هيك باختك؟ كيف كان لك قلب تأذيها لهالدرجة وتقتلها؟ كيف؟ أنا ما ربيتكم على الحقد.
أمي ضربيني، فيكي تضربيني قد ما بدك، بس رجاء تعالي معي. أنا بعترف، بعترف إنه غلطت معكم كتير. غلطت؟ لكن اللي عملته أنت جريمة. روح، طلع من هون بسرعة. قلي له يروح، ما بدي أشوف خلقته، خليه يروح بسرعة. يلا قلي له يروح. أمي، أنا ما رح روح لأخذكم معي. أنا كنت مجبور. مجبور؟ أنا كنت خايف. شو هالكذبة هي؟ حياة ابني كانت بخطر، حاولي تفهمي علي. هي كذبة، موني مستحيل تعمل هيك شيء. أساس ما بتعرفها؟ تذكر موني، قد إيه كانت قريبة منك؟ قد ما كانت معصبة مستحيل كانت تأذي حدا، فكيف رح تأذي ابنك؟ هالشي مستحيل كان يصير، هي مستحيل تقرب على موسكا. جاوبني يلا لأشوف. لك بنتي، لمين عم تشرحي كل هالحكي؟ لمين عم تشرحي؟ هو ما بيشوف غير مرته قدامه، وما بيسمع حدا غير مرته وبس. انتي ما في داعي تضيعي وقتك معه. ربا يلا صار فيك تطلع من هون، ما بدي اشوفك. يلا رجاءا، انا ما عاد بدي اشوفك بحياتي كلياتها. ربا انقلع، يلا انقلع. منطقك يا جو، ما عاد بدي اشوف الشهور. تراها سمجانا جنتك يا رستا. जन्नत का ये रास्ता मेरी कोख से जन्मा क्यों दुख दे दिया मेरे दूध का कर्ज भी दे ना सका ममता कैसी ममता रब दिख जिसमें वो है मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला